ابيض، ولا حركه شويه وتسيبيه ينشف. سيبيه ينشف، هتبصي تلاقيه ثابت جدا مع البيرسنج اللي بيبقى كارت كده ولازق منه فيه، بيقع مع اي حركه او مع اي خبطه او مع اي لطخه. صح ولا لا؟ بيحصل صح. احنا بقى هقول لكم على حاجه. في مرة من المرات كنت في معرض في مدينتي أو بازار، المكان اللي بيبقى فيه احتفالات كده وناس بيبقى عندهم برودكت طبيعية أو برودكت هاند ميد، أو الشركة بتاعتنا عندهم اكسسوارز ميك اب سكين كير أجهزة البشرة والشعر والحاجات دي وملابس، وفي حاجات كتيرة قوي وعارضين كتير، وأنا كنت عارضة بقى حاجات كتيرة كده، وعارضة بقى إيه يعني شوية منتجات كده، عسل من اللي انتوا بتحبوها، هايلايتر، روج، اكسسوارز من اللي انا بحبها، كاسول للبشره، حاجات للشعر، سشوار، حاجات الجميله دي. وبص الاقي بنوته زي القمر، سنها مش مكمل 14 سنه، بنت سكر قوي. لو سمحت يا دكتور عندك فيك بيرسينج؟ فيك بيرسينج. لقيت ان الناس او البنات حابه فكره الفيك بيرسينج او اللي هو الخرم بتاع المناخير ده، بس ممكن تكون خايفه من مامتها ان هي تخرم مناخيرها، ودي حاجه ممكن تعرضها للعدوى، ممكن تعرضها لمشاكل كتير صحية، ممكن يكون الدكتور غالبا جراح، يعني الأحسن يكون جراح. في ناس بتعمل في محلات الذهب أو كده، مش عارفة انتوا بتعملوه فين، أنا عمري ما عملته ولا فكرت أعمله، بس أنا هقول لكم على تركة حلوة جدا نعمل بيها الفيك بيرسينج ده. موجود حتى كمان عندنا حاجة جدا جميلة هبقى أوريها لكم لما يعني، بس موجودة عندنا في المخزن فيك بيرسينج كده، بيتركب زي إيه يعني، شايفين المقطع ده بس أعزكم الله، بيتركب كده كأنه بيخش المناخير كده وبيدي شكل حلو. هجربهمكم، ممكن تشوفوه في الستوري او في الفيديوهات القصيره على القناه الثانيه اللي هي كانت مقربه على 100 ألف، ومنهم لله اللي سرقوه. عشان كده بقول لكم ادعموني واعملوا لايك واعملوا سبسكرايب علشان ارجع تاني، يعني قناه دكتور هبه او دكتور هبه تشانل ترجع تاني للتفاعل ده. هنا بنعمل الفيديوهات الطويله اللي فيها الرغي كتير، وهناك بنعمل الفيديوهات القصيره عشان يعني اسرع يعني. طيب افكت بيرسينج ده او بيرسنج عموما يعني ليه اضرار، فاللي عايز يعمله يعمله، اللي عمله خلاص عمله، وهو ملوش علاقه بقله الادب يا بنات، يعني عادي. ما مش معنى البنت عامله بيرسنج يبقى قله الادب. يخرب بيت شعري اللي مغلبني ده يا جماعه، انا عمال اقول في كل الفيديوهات اللي عملتها، انا عملت الفيديوهات مره واحده شعري ده. انا دوب لسه طالعه من الشاور، انا بجد كده لسه طالعه من الشاور، ده حقيقي تمام. فهنعمل فيه بيرسنج، هنعمل تريكه حلوه قوي، وما تجروش الفيديو واتفرجوا على كل حاجه في الفيديو، بس هنعمله بمكونين موجودين في البيت، مكون خطير، مكونين موجودين في البيت هيعجبوكم جدا، وفي نفس الوقت هتبقى حاجه كويسه قوي ان انت تعملي شكل حلو لمناخيرك. بقى هنا ممكن حلق الحواجب على رايي. على راي كريم عبد العزيز، احنا كنا عملنا الفيك بيرسنج قبل كده من ترندات التيك توك، مش عارفه مين شافه او هو نزل ولا لسه ما نزلش، مش عارفه. عملت فيك بيرسنج كده، بس كنت عملته ب ايه، كنت مش عارفه مش فاكره كنت لزقته بايه، هو كان بيلزق منه فيه، بس البتاع ده البيرسنج اللي بيبقى كارت كده ولازق منه فيه بيقع مع اي حركه او مع اي خبطه او مع اي لطخه. صح ولا لا؟ بيحصل صح. احنا بقى هقول لكم على حاجه، هي بس هتحرق شويه مش قوي. وامنه جدا على فكره، وكمان يعني بتركات علاج الحبوب اللي بتطلع فجاه، انا هقول لكم على سر من اسراري. عارفين الحبوب الرخمه اللي بتطلع بتطلع مع ايه؟ بتطلع انت عندك فرح بكره، انت عندك عيد ميلاد، انت عندك حفله تخرج، طب انا هطلع لك، طب انا هاجي معاك. اللي عارفه الحبوب اللي بتيجي معاكي كده في المناسبات، يعني بتحصل كده، حبوب الهرمونيه او حبوب الشوكولاته، حبوب اكل الشوكولاته، مين بيحب الشوكولاته؟ اعملوا لايك وسبسكرايب كده عشان اقول لكم التركه بقى في الحكايه دي. مقوي الاظافر، مقوي، انا جايبه طبعا نوع كويس يعني هو مكتوب عليه انه فيتامين سي، يعني حاجه محترمه مستورده يعني. ده المقوي او التوب كوت. التوب كوت انا طبعا مش بستخدمه لضوافري دلوقتي عشان عامله جل، بس حد احب استخدمه برضه على فكره، بس انا ما بستغناش عنه. ليه؟ بينفع معايا لاي حبايه طالعه فجاه، حبايه المناسبات او حبايه الرزله تمام. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب البتاع اللي هو اللي بيتجاب ده، او اللي هو الاسترس، ممكن تجيبيه من اي محل اكسسوارات، ممكن تجيبيه من بيبقى كروت بتتباع، موجود عندنا، موجود في كل الاماكن يعني عادي. هتجيبيه وهتعملي ايه بقى؟ خلي بالك بس عشان هو ايه رخم في الحته دي. انا هحط عليه اهو البتاع الاستراس اهو، هحط عليه مقوي الاظافر ده
عشان يقعد معاكي مثلا فتره. اهو هتحطي نقطه نقطه خلاص. اعملي لايك وزمملي سبسكرايب عشان نجرب التجربه العميقه دي مع بعض. احطه فين بقى؟ هنا اول مناخيري كده. يا نهار ابيض، ولا حركه شويه وتسيبيه ينشف. سيبيه ينشف، هتبصي تلاقيه ثابت جدا معاكي. انا كده عملت ايه؟ انا مش عارفه جوزي هيعمل فيا ايه لما يشوفني كده، بس ماشي. هيقول لي حلو؟ تفتكروا هيقول لي حلو؟ قولوا لي رايكم، كنت احطه جوه شويه ولا خليني بره؟ انا بحب اسيبه بره بصراحه، بس هو كده اللوك كده، هو كده بره حلو ولا لا؟ بصي هيثبت معاكي اكبر فتره ممكنه. ليه بقى انا بقول لكم ده هيبقى حلو لعلاج الحبوب؟ بس يعني هو حاجه مش ابروفد، يعني مش عارفه. يعني انا كان واحده من اصحابي نصحتني بالموضوع ده في علاج الحبوب لما كان بيطلع لي حبوب وانا صغيره، ولسه والله من بعد ما كبرت لسه برضو بيطلع لي حبوب الرزله اللي بتيجي معانا المناسبات دي، اللي بتمسك فيكي في المناسبات. انت عندك عيد ميلاد بكره، انت عندك عيد جواز بكره، انت عندك مناسبه بكره، انا طالعه معاكم، انا هاجي معاكم، اللي هو هاجي معاكم على طول. فصاحبتي كانت نصحتني ان انا احط على الحبايه نفسها، بتحطي على الحبايه نفسها، يعني فلنفترض ان دي حبايه مثلا، فلنفترض ان دي حبايه خلاص. الرزله دي هنقوم عاملين ايه؟ هنقوم حاطين المقوي كده، هيحرق سنه. هو ما حرقنيش على فكره لما حطيته، هيحرق سنه. هيحرق سنه صغيره بسيطه، بس انت كده كانك موتي الحبايه، بعدتيها عن الغذاء وعن الميكروبات وعن ان هي قتلتيها من الاخر. بصراحه ما عملتش معايا اي حفر في البشره، ما عملتش معايا اي نتائج، فاسالي دكتورك برضو. انا بالنسبه لي ما عنديش حاجه طبيه تقول ان دي حاجه ابروفد، بس دي ساعات بعملها لما اكون عايزه اعالج الحبوب بسرعه. طبعا برضو بستخدم ماسك البابلز، هسيب لكم صورته هنا، منقذ، بينظف البشره، بينشف الحبوب، بيخليها تفرول كده. عارفه لما تلاقي الحبوب مليانه كده وباظه ومليانه مليانه باص كده، اللي هو المده دي او اللون الابيض ده، هو الملتهبه دي، بحط الماسك بتاع اللي هو طبعا بستخدم غسول كويس، بحط الماسك اللي هو بتاع ما وقعتش اهي، بحط الماسك اللي هو بتاع ده اللي ايه قولوا معايا، الماسك بتاع البابلز، والله بجد بعدها مفيش كام ساعه ببص الاقي الحبوب كانها عارفه الرمله كده الكبيره بتتنطر بسرعه او بتنشف. هي الفكره التركه كلها ان انت تنشفيها. طبعا الصبح لما بعد الحبايه دي هتشيلي المقوي ده بالراحه، وممكن هو يتشال لوحده اصلا مع غسيل الوش. لو عندك حبوب كتير ما تعمليش الطريقه دي، لكن هي حبايه فسفوسه بتطلع مع اي حاجه كده تمام. حلو ولا ايه؟ قولوا لي حلو. حاسه ان انا يعني المفروض كنت اسيبه ورا شويه ولا ايه؟ انا عايزه ابينه بصيني. ماشي، هو حلو ولا مش حلو؟ انتوا قولوا لي. يعني حلو. انا شايفه انه حلو، انا بالنسبه لي شايفه انه حلو. وطبعا يهمني رايكم، هتبقى حاجه كويسه طبعا. اساليني في الكومنتات على اي حاجه تهمك، للبشره، الشعر، للميك اب، للاكسسوارز، لكل حاجه تهم التجميل، ان شاء الله افيدك بشكل كويس جدا جدا. بحبك جدا، واتمنى لك كل خير وكل سعاده، وتفضلي دايما جميله. وعايزه تشتري المنتجات، هو دلوقتي مفيش، يعني احنا عندنا الفيك بيرسنج ده اللي هو بيتعمل زي كده، هبقى اعمل لكم في الستوري او ممكن في اخر الفيديو ده هوريكم شكله او شكل الكارت بتاعه اللي هو بيتحط ده، بس عشان خلاص اتشحن المخزن عشان البازار الجاي وكده. ف يعني ايه، هو موجود عندنا وسعره مش غالي. بس كده. واي منتجات انت عايزاها بقى للعنايه بالبشره والاكسسوارز والحاجات دي كلها، هتلاقي اللينك في صندوق الوصف، و ضغطي على العنوان هتلاقي اللينك على طول. سلام.